لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مع حضراتكم مهندس عماد العجمي، مهندس مصري درس الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة المنصورة. إن شاء الله سأكون محاضرا مع حضراتكم خلال كورس التقسيم المعماري للمهندس المدني والمهندس المعماري. إن شاء الله الكورس بتاعنا هيقدم بطريقة مختلفة، هنقدمه من خلال برنامج جوجل سكتش اب، يعني نقدر نقول اسم الدورة الفعلية كورس التقسيم المعماري باستخدام برنامج جوجل سكتش اب. والحقيقة للبرنامج مميزات عديدة هنستعرضها مع بعض إن شاء الله خلال المقدمة. مبدئيا بس حابب أتوجه بالشكر باسمي وباسم أسرة الهندسة العربية إلى أكاديمية الدارين وكل فريق العمل بالأكاديمية على مجهوداتهم خلال الأعوام الماضية، يعني جزاهم الله خيرا على الإرث الهندسي اللي جعلوه متاحا بين أيدينا جميعا. وبرضو حابب أضيف إن الناس لم تبخل بأي جهد أو أي مساعدة على تقديم هذا المحتوى، جعله الله في موازين حسناتنا جميعا إن شاء الله. خلينا مبدئيا نبدأ نستعرض مع بعض المحتوى الخاص بالكورس بتاعنا. هو كورس يعني نقدر نقول إنه كورس بسيط وسهل جدا، وفي نفس الوقت مهم لأي مهندس سواء أثناء سنوات الدراسة أو مهندس خريج، ناس كتير بتحتاجه جدا، المهندس المدني بشكل خاص بيحتاجه دايما وبيحس دايما أنه عنده مشكلة في موضوع التقسيم المعماري. في نفس الوقت المهندس المعماري هيستفاد من الكورس تحديدا في جزئية العمل على برنامج جوجل سكتش اب. في نفس الوقت مش عاوز الناس تقلق ان الناس هتاخد تقسيم معماري او تصميم معماري بالاضافة لبرنامج، البرنامج سهل جدا ان شاء الله، مش هياخد مننا اكتر من محاضرتين شرح، هتقدر تعمل عليه نماذج هايلة جدا هنستعرضها مع بعض دلوقتي. خلينا بس الاول نبدأ نشوف المحتويات الخاصة بالدارة بتاعتنا. ان شاء الله هيكون لنا جزء خاص ببرنامج جوجل سكتش اب، الناس هتلاحظ ان احنا بنشرح في موضوع التقسيم المعماري، وفي لحظه كده هنخطفهم ونروح لبرنامج جوجل سكتش اب، هنبدا نستعرضه بالشرح بالنسبه للتولز بتاعته. وزي ما قلت لحضراتكم احنا مش هنتعمق قوي في الاوامر والحاجات الخاصه بالبرنامج، احنا هنحتاج او احنا هنعمل ستريس على الحاجات المهمه في شغلنا، الحاجات اللي تخليك تقدر تعمل بلان كامل وتقدر تعمل موديل في 3D زي ما احنا هنشوف دلوقتي. مش هنسيب حاجه في البرنامج مش هنغطيها تقدر ان هي تفيدنا، وفي نفس الوقت هيبقى الموضوع ممتع وشيق لان انت ما بتاخدش اوامر كتير او ما بتحفظش اوامر كتير، الموضوع كله انت بتحفظ مجموعه بسيطه من الاوامر تقدر ان انت تصيغها في صورة مهارات للرسم. بعد كده اتكلم على موضوع التقسيم المعماري والمهندس المدني او التصميم المعماري عشان اصدقائنا مهندسين عمارة ما تزعلش. موضوع التقسيم المعماري والمهندس المدني والمشاكل او المفهوم الخطأ اللي عند المهندس المدني ان هو ما درسش الجزئية دي في الكلية، فتلاقيه دايما متخوف منها او خايف ان هو يقرب من النقطة دي ودايما حاسس ان هو عنده عجز فيها. ان شاء الله من خلال المحاضرات بتاعتنا هتلاقي ان الموضوع سهل وبسيط، وان شاء الله نخلي التخوف ده كأن لم يكن. بعد كده هنتطرق لنقطة الاعتبارات المعمارية وهناخد فيها
جزئين هامين أو عنصرين هامين، الاعتبارات المعمارية الداخلية والاعتبارات المعمارية الخارجية. لما نوصل لهم إن شاء الله هنتناول كل جزئية فيهم بالشرح، وقتها أقول لك مثلا انسى العنصر مثلا الاعتبارات المعمارية الداخلية، ولما نيجي نشرح في الاعتبارات المعمارية الخارجية هنشرح 3 عناصر برضه، هقول لك ما تركزش غير على عنصر واحد من الثلاثة. هو ده الخلاصة كلها. بعد كده جزئية بسيطة مش هتاخد مننا 2 3 دقايق شرح أو كلام، لأن هو الموضوع بسيط، يعني نظم الإنشاء المستخدمة في المباني، والناس يعني كل الناس تقريبا عارفاها، اللي هو المباني الهيكلية والمباني الحائط الحاملة، برضه هنتكلم عنها ببساطة، وهناخد بس منها إيه نقط بسيطة هنركز عليها عشان الناس تخلي بالها منها في شغلها. بعد كده هيكون لنا جزء هام جدا عن استكشاف الأرض، وإزاي إن أنت تعمل لها رفع مساحي أو تجيب مساحتها بأكتر من طريقة. يعني أنا واقف في قطعة الأرض أو موجود في الموقع، عاوز أحسب مساحة قطعة الأرض بتاعتي وأنا واقف في الموقع أيا كان شكلها، أيا كان شكلها. هبدأ أعمل مجموعة من الخطوات البسيطة وأحسب بقانون بسيط كده، هحسب المساحة بتاعة قطعة الأرض وأنا موجود. طيب حد تاني هيلاقي مثلا إن قطعة الأرض شكلها معقد شوية أو فيها انحرافات كتير أو فيها شطرات كتير، لو أنت عاوز تجيبها برضه في موقع العمل هتجيبها. طيب عاوز تجيب نتيجة دقيقة مرة واحدة، هنتعلم يعني برضه مع بعض إزاي إن أنت تعمل عملية توقيع، أولا رفع للمسطح بتاعك، ثم توقيع لحتة الأرض أو قطعة الأرض على برنامج الرسم أو على برنامج جوجل سكتش أب، وإن أنت تبدأ تحسب المساحة بتاعتها ببساطة أيا كان شكلها، سواء بقى قطعة ثلاثية أو رباعية الأضلاع أو أي عدد من الأضلاع. بعد كده هنتكلم على الاشتراطات العامة للمباني أو الحدود الخاصة بالأبعاد اللي بتحكمني أثناء الشغل بتاعي، وإن شاء الله الريفرنس بتاعنا هيكون من خلال قانون البناء الموحد، قانون البناء الموحد اللي صدر سنة 2008. بعد كده هنتكلم على موضوع السلالم والتصميم المعماري الخاص بالسلالم. عندي سلم قلبتين، عندي سلم 3 قلبات، عاوز اجيب ابعاد الباكيه لاي ارتفاع دور. يعني عندي مثلا ارتفاع دور الارض مثلا اقل حاجه 4 متر، 4 5 6، عاوز اجيب تصميم السلم للحاله دي، او عاوز اجيب تصميم السلم لارتفاع دور مثلا 3 متر. عاوز اجيب ابعاد الباكيه عفوا طول وعرض لحاله ارتفاع 3 متر. الحاجات دي كلها ان شاء الله هنتكلم عنها. بعد كده هاخد المشروع بتاعي، بعد كده هاخد مشروع قطعه ارض رفعناها من على الطبيعه وجبنا المساحه بتاعتها وابتدينا ان احنا نشتغل عليها، هنبتدي ان احنا نشتغل عليها نجيب لها البلان الخاص بيها. بعد كده هبدا ان انا اعمل لها المنظور الخاص بيها. بعد كده اعمل موضوع الاكساءات، الفرش، الامور دي كلها هنبدا نستعرضها مع بعض ان شاء الله. طيب بعد كده هتكلم برضو على الواجهات، ازاي اقدر اصمم واجهه بسهوله على برنامج جوجل سكتش اب، البرامج، التيجان، الشام، الحاجات اللي بتكون في الواجهه، اي عنصر جمالي في الواجهه ازاي ان انا اقدر اوظفه وابدا استخدمه ببساطه. طيب انا كمهندس مدني او معماري عارف دايما ان انا بشتغل الشغل بتاعي من الدور المتكرر، وببدا استنتج منه الدور الارضي. احنا بعد لما هنخلص المشروع بتاعنا او البلان بتاعنا هستنتج منه الدور الارضي ببساطه منتهيه. طيب المساحات غير المنتظمه، برضو اي حد ايده شغاله في موضوع التقسيم المعماري او التصميم المعماري بتلاقي دايما عنده مشكله في تقسيم الحته الغير منتظمة أو قطعة الأرض اللي فيها شطر زي ما بنقول. لا إحنا يعني هندي كده هنت بسيط عن النقطة دي، إزاي أنت تتعامل مع أي حتة أرض.
اي حته ارض فيها شطره تجي لك ازاي ان انت تتعامل معاها. بعد كده هنتكلم على الاظهار المعماري. الاظهار المعماري هنا هيكون باستخدام البرنامج. احنا لسه قايلين دلوقتي هنتكلم على الفرش الداخلي، هنتكلم على الاكسيات الخارجيه، الالوان، الماتيريالز، الحاجات دي كلها هنتكلم عنها. احنا عندنا في البرنامج بتضيف مكتبه فيها كل حاجه، يعني فيها كل حاجه، فيها خامات، ميه، خشب، بلاط، الوان، دهانات، كل الحاجات دي موجوده في البرنامج. عندك مكتبه برضو خاصه بالكومبوننتس او المجسمات زي الفرش الداخلي، العربيات، الطيارات، كل حاجه، كل المجسمات اللي انت بتحتك بيها اثناء حياتك اليوميه هتلاقيها موجوده في البرنامج. وهنتعلم مع بعض ان شاء الله ازاي ان احنا ندخل المكتبه دي. طيب بنهايه الدوره بتاعتنا او الكورس بتاعنا ان شاء الله المفروض ان المتدرب معانا يكون وصل لليفل معين من اتقان الشغل على البرنامج ومن اتقان موضوع التقسيم المعماري. هتلاقيني بتكلم عن البرنامج كتير زي ما انا قلت، بس في نفس الوقت البرنامج بسيط، البرنامج سهل، بياخد مننا جزء صغير، والاساس عندنا موضوع التقسيم المعماري. احنا هنعمل لينك ما بين الاثنين بحيث ان انا اطلع شغلي بصوره مختلفه زي ما انا هقول لك دلوقتي. شغلنا كله ان شاء الله هيكون على اساس علمي مقترن بالواقع العملي، يعني كل شغلنا هيكون من خلال شغل احنا مرينا بيه قبل كده ان شاء الله. طيب انت في النهايه زي ما انا قلت لازم تكون قادر ترسم بقى بلان بشكل دقيق. خلاص انت هتكون خدت كل الاساسيات، اعتبارات معماريه هنكون درسناها مع بعض، اعتبارات انشائيه من خلال قانون البناء الموحد هنكون برضو درسناها مع بعض. بعد كده هنتكلم على السلالم، ازاي ترفع قطعة الارض بتاعتك بشكل دقيق. هنتكلم على خلاص الخطوات بتاعه تقسيم اي بلان. لما نخلص الحاجات دي كلها ان شاء الله ونشرح مع بعض مشروع، انت في الحاله دي هتكون قادر ان انت تتعامل مع اي بلان. خد الكلمه بثقه ان شاء الله هتكون قادر ان انت تتعامل مع اي قطعه ارض تجيلك، سواء هنتقسم على شقه واحده، شقتين، ثلاث شقق، يعني اكتر من كده يبقى الموضوع صعب بالنسبه لك، ولكن مع الخبره والتمرين تقدر ان انت تقسم اي مسطح. طيب برضو في النهايه تكون قادر تعمل اخراج للمشروع بتاعك بشكل جيد زي ما برضو هنتكلم مع بعض دلوقتي، وهنشوف بعد ما خلصت الشغل بتاعك ازاي انت تقدر تقدمه بلمحه بسيطه، يعني مثلا تقدر تعمل له بقى الفرش والاكسيات والحاجات بتاعته، وتقدر تقدمه في فيديو بسيط تستعرض بيه الشغل بتاعك بعد ما تخلص المنشأ، تخلص البيت أو البرج اللي أنت عملته، تقدر تاخد فيه قطاعات توري الراجل البلان بتاعك، توري الراجل الواجهة بتاعتك، الشغل اللي أنت عملته تقدمه بصورة إيه؟ بسيطة، بصورة بسيطة وفريدة برضه من نوعها. الميزة هنا في الكورس إن إحنا بنختصر الشغل على أكتر من برنامج، يعني بنختصر الشغل على الكاد، بنختصر الشغل على الفوتوشوب، نختصر الشغل على 3 دي ماكس. طيب في النهايه محتاج ان انا احقق مثلث العماره. ايه مثلث العماره؟ الناس بتاعت عماره تعرف حاجه مهمه جدا في شغلها او في شغلها في سنوات الدراسه الاولى اللي هو مثلث العماره، اللي انت لازم تكون تحقق لي علاقه عفوا قبل ما تشتغل في اي منشا ما بين ثلاث عناصر: الشكل، الاحتياج، البيئة. شكل المنشأ بتاعك في البيئة اللي هو موجود فيها، وده ما يجيش على احتياج المالك. التلاتة لازم يكون ايه؟ ريليتد ببعض. تمام؟ طيب خلينا نشوف كده مجموعة من النماذج تمت، على البرنامج او من خلال البرنامج. منشأ زي ده تم باستخدام البرنامج بأدوات بسيطة جدا، قدرت أطلع مجسم زي ده. خلينا نشوفه كده، ده المجسم بتاعنا باستخدام مجموعة من الأدوات البسيطة زي ما أنا قلت.
أقدر أخلي البيت بتاعي أو الفيلا بتاعتي مقدمة للملك أو العميل في الصورة اللي قدامي دي. يعني أعتقد إن أنت لو حتى شغلك فيه ممكن بعض الأخطاء أو بعض الحاجات البسيطة لما تقدمه للمالك في الصورة دي، لا أعتقد إن هو يعني هيعجبه الشغل وهيتبسط منه وهيتغاضى مثلا عن الأمر التاني. إحنا طبعا ما بنقولش إن أنت شغلك يطلع فيه خطأ أو كده، بس إحنا بنتكلم في البداية، أكيد لسه الناس مش هتوصل لدرجة عالية من الدقة، وهتاخد مثلا بعض الوقت بالتمرين وبالشغل الكتير لحد ما شغلها يطلع زي ما الكتاب بيقول. تمام، طبعا زي ما احنا قلنا في خامات كتير في البرنامج، الحاجات دي كلها موجوده، دي كلها كومبوننتس موجوده في البرنامج، اقدر ان انا اطلعها. دي خامه مثلا ميه، ومش عارف ده بلاط، ده بلاط مثلا، دي كلها حاجات بنستوردها من البرنامج ونشتغل عليها مره واحده. طيب ده برضو نموذج لكوبري او موديل لكوبري، تقدر ان انت تعمله بمنتهى السهوله. زي ما احنا قلنا الميزه في البرنامج ان انت اي فكره بتيجي في دماغك تقدر ان انت تطبقها بمنتهى السهوله وبمنتهى السرعه وبمجموعه بسيطه من الادوات. مش عاوز الناس تقلق من النقطه دي اطلاقا. ده مثلا الموديل بتاع الكوبري، خدت انا مسطح لقطعة أرض وابتديت إن أنا أقسمها. الناس بتاعت عمارة تعرف أكتر مني في النقطة دي، لو أنت عاوز تعمل تخطيط عمراني لأي منطقة. أنا هنا خدت مثلا منطقة المناطق الموجودة في المنصورة أو مدينة المنصورة، ابتديت إن أنا أعمل لها التخطيط العمراني بتاعها. هو تخطيط موجود بالفعل، أنا بس إيه رجعت أسقطته تاني على البرنامج. زي ما إحنا شايفين يعني شغل منتهى البساطة، منتهى الأريحية في الشغل، يقدر البرنامج يطلعه. تمام، دي برضو مجموعة من النماذج أو مجموعة من الفلل، يعني بعض أصدقائنا عملوها برضو من خلال البرنامج. هي الثلاث نماذج دول أنا جايبهم، ناس أصدقاء عملوا الحاجات دي على البرنامج، وعاوز اقول لحضراتكم تقريبا بعد وقت قليل جدا من دراستهم للبرنامج، يعني بنتكلم مثلا ممكن اسبوع ولا حاجه، الناس يعني قدرت تعمل حاجات زي اللي حضراتكم شايفينها دي. ادوات البرنامج بسيطه جدا وبنقدر نعمل بيها حاجات مميزه. طيب برضو من الاجزاء المهمه عندنا في البرنامج او من الاجزاء المهمه في الكورس، ان انا هبدا اتعامل مع المساحات غير المنتظمه. ازاي ان انا ابدا اعمل لها عمليه رفع مساحي، وازاي ان انا ابدا اوقعها من خلال البرنامج بالصوره اللي احنا شايفينها دي. تمام، لان زي ما احنا قلنا اساس الكورس بتاعنا ان انا اقدر اعمل ايه بلان زي ده. اساس الكورس عندي ان انا ابدا اخد حته ارض زي دي وابدا اشتغل عليها بحيث ان انا اطلع بلان زي اللي قدامي ده بمنتهى السهوله. خلاص انا هبقى عارف الاساسيات او الخطوات، وفي نفس الوقت برضو احنا جايبين للناس مقدمه كده عن ماده التصميم المعماري لطلبه اولى عماره عشان تبقى حاسس ان انت يعني مشيت مع الناس خطوه خطوه. تمام، ده مثلا بلان اشتغلناه عن طريق البرنامج، ده نفس البلان قدرنا ان احنا نطلع له نموذج تاني او فكرة تانية. برضو من الحاجات اللي الناس لازم تخلي بالها منها في شغلها ان انت لازم تبص على شغل كتير، لازم تبص على افكار كتير. جالك مسطح بمثلا جيران معينة، عندك هنا غار وعندك هنا غار، عندك هنا واجهة وهنا واجهة، دور على الحالة دي في النماذج اللي موجودة على النت. النت مليان بلانات، مليان أفكار، بص ودور وحاول توصل للحالة اللي موجودة عندك، أو حاول توصل للمسطح بالحالة بتاعته اللي موجودة عندك واعمل زيها في الأول لحد ما تتولد عندك أفكار كتير. شوية بشوية هتبص تلاقي نفسك مش هتحتاج إن أنت خلاص لا تسأل حد ولا تبص على بلانات، هتلاقي ايدك لوحدها شغاله
وبترسم وبتقسم مباشرة. ده برضو نموذج لبلان تاني اشتغلناه قصاد تحجير منتظم، اشتغلناه عن طريق البرنامج. زي ما انا قلت البرنامج وفر عليا استخدام الكاد، وفر عليا استخدام الفوتوشوب، وفر عليا استخدام ال 3 دي ماكس. يعني برضو خلينا نشوف برضو منشأ زي ده. ده بيت برضو عملنا له التقسيمه بتاعته بشويه تفاصيل، مثلا زي ما احنا شايفين اهو السلم وكل حاجه، والحاجات دي ان شاء الله احنا هنتعلمها مع بعض ازاي نعملها. بعد ما خلصت التقسيمه بتاعته كملت شغلي على البلان لحد ما رفعت الكتله بتاعته في ال 3 دي، وابتديت ان انا اعمل مثلا عنصر زي البرمق، واجيب مثلا الشبابيك والحاجات دي، وابدا ان انا اركبها واقدم المنشأ بتاعي في الصوره دي. خليني برضو اقول لك من المميزات الموجوده في البرنامج ان انت منشأ زي ده تقدر ان انت تقدمه في صوره فيديو. بعد ما خلصت الشغل بتاعك تقدر تقدمه في صوره فيديو، وتقدر تاخد قطاعات سواء قطاعات في البلان او قطاعات في الواجهه، وتقول للراجل وتكلم الراجل. يعني بدل ما تاخد بقى شغلك على ورقه والكلام القديم ده، لا انت دلوقتي تبدا تدخل في مرحله تانيه وتاخد شغلك على فلاشه وتحط الفيديو وتشغله للراجل، وتبدا ان انت توقف الفيديو في اي وقت وتكلم الراجل. طيب خلينا نشوف الفيديو كده. ده مثلا فيديو للمنشأ اللي انا كلمت حضراتكم عليه. ببدا باسلوب معين، ابدا اخد مجموعه من اللقطات زي الافلام اللي احنا بنشوفها بالظبط، اخد مجموعه من اللقطات وابدا احركها ورا بعض بالصوره دي، ازوم او اروح او ارجع زي ما انا عاوز. خلينا نقدم شويه. هيبدا هو دلوقتي ياخد قطاع في المنشا ويستعرض للمنشا بتاعي او التقسيمه بتاعتي داخليا كده. جه في البلان ويبدأ ياخد قطاع اهو. انا هنا مثلا ممكن اوقف، هنا ممكن اوقف الفيديو بتاعي وابدا ان انا اشرحه، اقول له والله انت عندك السلم بتاعك موجود في الباكيه دي، هتدخل هتلاقي عندك هنا استقبال، هتدخل من الباب ده للصاله الداخليه لاهل البيت، هتلاقي عندك غرفتين نوم، وتدخل هنا مثلا من الصاله تروح على طرق التوزيع، هتخش منها المطبخ، هتدخل الحمام، هتدخل لغرفة النوم، هتلاقي عندك هنا منور خاص بالصرف أو التهوية للمطبخ للحمام، وكمان تنور به السلم. خلينا نكمل كده. هنا هيبدأ ياخد واجهة، هياخد قطاع في الواجهة. طبعا الناس اللي هتلاحظ مثلا أقول لك إيه ده، إيه الأرض فاضي مش عارف إيه. إيه انت لو محتاج خلاص ان انت تقدم شغلك في صوره كامله او في صوره ما فيهاش عيب، لا كمل شغلك كله للنهايه. انما زي ما احنا قلنا هنا البرنامج بيساعدني ان انا يعني اخد خطوات بسرعه كبيره، مش لازم كل حاجه معقده او اوامر كتير او اي حاجه، لا اي حاجه بتيجي في بالي انا بنفذها مره واحده. خلينا نكمل كده. الفيديو خلص. طبعا لو احنا عاوزين نزود المده ونزود المشاهد والحاجات دي كلها ونزود جوده الفيديو، الحاجات دي بيقدر ان انا اتحكم فيها براحتي. طيب ده برضو مجموعه من البلانات غير المنتظمه بالصوره دي. زي ما احنا قلنا اي مسطح او اي مساحه بتقدر تتعامل معاها بمنتهى السهوله، تقدر تحط لها التقسيمه بتاعتها. برضو من امكانيات البرنامج بيقدمها لي اي بلان زي ده، لو انت بصيت عليه للوهله الاولى هتقول ده مرسوم على الكاد، يعني واضح كده الفنطات والخطوط وكل حاجه، لكن في الحقيقه البلان كله مرسوم على برنامج جوجل سكتش اب. زي احنا قلنا البرنامج فيه مميزات كتير جدا، وده كان الدافع الاساسي من استخدام البرنامج.
خلينا نكمل كده. هاجي ابص برضو هلاقيني اقدر احط ستاتيكال سيستم للمنشأ بتاعي او البيت بتاعي بعد ما بخلصه الرسم، وبعد ما بعمل ال 3D بتاعه اقدر ان انا برضو اخد كوبي من البلان وابدا ان انا ايه اعمل له الاستاتيكال سيستم. طبعا حد هيسالني يقول لي العمده دي مرفرفه ليه؟ الحقيقه المالك المنشأ اللي هنا او البيت اللي هنا تبع المالك برضو، فالمالك طلب ان احنا نعمل له تقسيم لمنشأ واحد ونخلي الاعمده مشيله للبيت اللي هنا وللبيت اللي هنا. تمام. طيب هنتوقف في المقدمه لحد هنا ان شاء الله. من اول السيشن الجاي هنبدا نتكلم على موضوع التقسيم المعماري والمهندس المدني. زي ما احنا قلنا احنا اتكلمنا على البرنامج كتير، لكن هو له نصيب قليل في الجزء بتاعنا. الاساس كله موضوع التقسيم. زي ما احنا قلنا الهدف ان انا ابدا اخد منشأ زي ده منه هو حتة ارض فاضية، وابدأ اعمل لها انا التقسيمة الداخلية بتاعتها بأي صورة وبأي شكل واوصلها للحالة دي. يعني احنا بنتكلم كده على حالة مزج ما بين موضوع التقسيم وبرنامج جوجل سكتش اب. هتوقف معاكم لحد هنا ان شاء الله. المحاضرة الجاية هنبدأ نتكلم على موضوع التقسيم المعماري. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.